موافقة؟ ايه طمني الخطة جاهزة ومضمونة؟ معلوم جاهزة ومضمونة وشي على الواسطة، بس لايك بدل ما تاخد ربع ساعة يمكن تاخد لها شي تلت ساعة تطبط على الآخر، على شي؟ وايش علاه؟ على شي؟ يا هلا يا هلا يا أهلا بحماتي، يا أهلا وسهلا. تقبرني يا سهري يا صبحي، مزبوط قل جيب لي عشة تيخدمني بهالشهر الجاي أقعد فيه عندك؟ ايه حماتي بيلبق لك 100 عشة، لايكي مال عشة، موفق اسمه. تقبرني ليش تعذب؟ هلا العشة جديد بدي يرحب فيكي على طريقته ويعمل لي كباية عصير من دياته. عشة موفق كمان إلي كباية. حاضر خويجة، ما أنا عامل حسابك بكباية مع الست، تفضل. لا 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 لا، ونخد هذيك الكباية وراح هذيك كباية الديمون، خد العصير. ياي مش حتطلع لحماتي عصير مع الديمون؟ لا سكر ودمول بس تريحك بسرعة، وياخد كباية الأناناس يخرب بيتك. يلا حياتي بصحتك إن شاء الله. عدلي بصحتك يا سهري. مقفة حماتي مقفة. يلا مقفة. عدلي خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. صبحي أمرا، ايش بتعمل الكاميرا الخفية؟ قوم فشو؟ مدري ايش صعيدني يا موفق، رح موت. سقيتك عصير الاناناس ليك وديمون لحماتك. حقتك ملخبط. لا والله لا، هيك نشوف لون انت. يا ايش صار له سهري صبحي؟ ضر من العصير؟ غريب، مع انه هي اول مره بشرب عصير طعمته غريبه وريحته مثل الديمون، بس طيبين. وركي قطع حظي، يقطع حظي انا. وين الدولة؟ عفيش دولة. كيف بيسمحوا للتجار يفوتوا مواد فاسدة على البلاد؟ صممنا لحميته صبحي، قميت صبحي لأنه الأناناس فاسد وخصم تتصمم، وحميته ما صار له شيء لأنه الديمون فاسد وخصم تو. عفيش دولة، وين الدولة يا عمي؟ يقطع حظي يقطع حظي، انا ضحية المواد الفاسدة.